الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت بغا نشارككم واحد الموضوع اللي هو تير ضجة حاليا، يتعلق بالمغرب أنه لن ينظم كأس إفريقيا. يعني أعلن على لسان الوزير ديالو أنه ما غاديش ينظم كأس إفريقيا، وكاين واحد الاختلاف في الآراء حول كاين الناس اللي بغاو هذا القرار وكاين الناس اللي عارضوه. ما هي وجهة النظر ديالي انايا من خلال تتبعي الاخبار والاراء الرائجه من خلال الصحافه العالميه والصحافه العربيه والافريقيه، لاحظت على انه هذا القرار صائب لاسباب فرديه كتعلق بان المغرب لاحظ على انه مسلط عليه الاضواء، خصوصا فاش تسحب من الكاميرون وبقاش غادي تنظم فيها لاسباب ان الكاميرون غير جاهز وما يقدرش ينظموا على احسن وجه، سحبوه منه. وهاد المشكل وهاد النتيجه خلات بعض المنابر الاعلاميه انها توجه الاصابع الاتهام للمغرب على اساس ان المغرب هو السبب او ضغط على الكاف باش تسحب الملف ترشيح من الكاميرون وتعطيه للمغرب. المغرب السياسة ديالو من لاحظ هاد الضجة اللي نايضة، شاف نظريا شاف على انه اذا هو طلب تنظيم وترشح للتنظيم اش غايقولوا الدول الاخرى، ان المغرب هو السبب باش حيدوهم الكاميرون باش يعطيوه للمغرب، ضغط على الكاف وضغط على رئيس الكاف اللي هو احمد باش يعطيو للمغرب. انا في وجهة النظر ديالي هذا القرار صائب، ان المغرب ما يترشحش باش ينظم، سحب الترشيح ديالو باش ما ينظمش كاس افريقيا. علاش؟ غنقول لكم علاش. المغرب عرف على ان كاس افريقيا دايزه شحال شهر دايزه باش ما عطله، سواء تنظم مزيان سواء كان التنظيم هو هذاك سواء كان المسائل مزيانه ياك، ومن بعدها المغرب غتبقى عنده علاقة دائمة مع الدول الأخرى. يعني أوتوماتيكمو أنت غتفكر في الحاجة اللي فايتة مؤقتة وغتخسر بها ناس أخرين، ولا تخسر حاجة مؤقتة وتخلي بها ناس دايمين معك اللي هما الدول الإفريقية، اللي على ما لاحظت أنا أن الكاميرون بقى فيها الحال ورجعت أن السبب هو المغرب وهادي وديك وديك وديك، ودار شي دول أخرى غدت تهيايا وتشد العداء مع المغرب، وسيدنا الله ينصرو دار واحد وطد العلاقات ورجعنا لإفريقيا ودرنا داك الصلح مع إفريقيا ووطنا العلاقات ديالنا معهم مزيان، غنجيو في مشكل بسيط اللي هو هاد الكاس إفريقيا اللي من غيدوز غيفوت غادي تنسى، ولكن المشكل غيبقى مطروح مع الدول الإفريقية. يعني الدولة فكرت بهذا المنهج هذا أو بهذا المنطق، أنك تستغنى على واحد الحاجة اللي مؤقتة باش تكسب حاجة اللي دائمة، اللي هي العلاقات باش تبقى مزيانه، لان المغرب راه غادي في واحد المنهج مزيان وبزاف الدول اللي حاسداه وبزاف الدول اللي كتمنى يكون ماشي في هذا المسار ديال التطور. يعني قالوا بهذا السبب هذا يقدر المغرب يفقد الثقه ديالو مع الدول الاخرى ويهدم كاع داك الاسس اللي بناهم مع الدول الافريقيه وبزاف وبزاف وبزاف. يعني هذا هو السبب، وانا متفق مع الحكومه انها ما تنظموش، وأون بليس على أن التنظيم غادي يكلفنا واحد الميزانية كبيرة شوية وما غاديش نستافدو منه. يعني الكاف اللي غتستافد المستشارين، لأن الكاف من كتدخل كتجي طويلة، كتجي ما جايبة معها حتى شي حاجة، كتجي انت خصك توفر لها الملاعب، توفر لها أوطيلات، توفر لها طرق بنية تحتية، وهي ديك الساعة كدير صفقات مع المستشارين مع القنوات الناقلة ومع هادي. يعني أنا كان شاطر رأي الحكومة ومزيان هذا القرار هذا، واللي اتفق معايا واللي عجبوا هذا الفيديو هذا يدير جيم ويكتب واحد كومنتير صغير واش متفق معايا ضد او مع في هذا القرار اللي اتخذته الحكومة، وعطينا الاسباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.